كنديرو السياسه ياك، والسياسه قبل كل شيء هي اخلاق، متفقين معايا؟ وما يمكنش شي واحد يجي يدافع على الاخلاق في السياسه الا هو ما عندوش الاخلاق. نقول لكم شتي داك السب والقذف في السياسه ماشي ممارسه، ولكن هو كيبين بانه كاين واحد الفشل وتعبير على الفشل. واللي بغى يجيب المقعد ديالو وينجح في الانتخابات، اللي بغى يجيب المقعد ديالو وينجح في الانتخابات يكون متيقن، يكون متيقن لنا داوها في 2021 ياك، وعاود كيديروها ملي كانوا الانتخابات، ولكن ما كيجيبوا والو. وراكم شفتوا النتائج ديال الباح، نطلب من السي سعد بن باك باش ينوض الرباط، الفقيه بن صالح هنيئا هنيئا على نجاحكم، هنيئا على تعهدات كذلك ديال الاغلبيه، نجاح كبير. هاد الناس هادو باش نكونوا متفقين ما غاديش يجبدونا لهذا الكلام الساقط، لانه حنا لان حنا وبلاتي بلاتي بلاتي بلاتي، لانه حنا عندنا كنا عندنا اخلاق اولا اسريه، ثانيا سياسيه، ما تسمحش لينا باش نسبوا الناس، ياك متفقين معايا الاخوان والاخوات؟ نقول لكم عندنا 430 الف ارمله اللي كتاخذ الدعم، وضربناها في 4.5 بالنسبه للحكومات السابقه. ونقول لكم ربحنا الباحه رباط، وربحنا فقيه بن صالح، وملي بدينا العشرات ديال الانتخابات في الجزئيه عيونا كاع ربحناهم وخسروهم. هو ملي كتشوف هاد الهزائم كلها زعما ملي كيشوف هاد الشيء هذا اش باقي ليه؟ هاد بعض الزعماء اللي كيقول لك زعماء سياسيين كيخدوا واحد التعهد وقال لك قولوا لنا، حنا كنقولوا لكم دابا اش غيوقع؟ هاد السيد اش كيقول؟ سياسة ماشي ديالك، لا من فضلكم انا ما متفقش معاكم، ما متفقش معاكم. نقول لكم علاش، خلوه بلاصتو، لانه اصبح مؤشر للفشل السياسي. صفحه ونرجع لكم الشباب والشابات، راكم في الطريق الصحيح. هاد النتائج اللي جاو ديال الانتخابات راهما ايجابيه، الناس بغاوكم تبقاو بلاصتكم. انتوما ما سنواصل 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 سنواصل. احنا ما احنا احنا في بلاصتنا، ما نقولوش خصنا نمشيو ل 2026، احنا بلاصتنا، الناس بغاوكم كل صباح، معلوم
باقي مجهود وباقي العمل ديال الحكومه، والناس فرحانين بالاغلبيه، وان شاء الله غادي نمشيو للامام وغادي يتجندوا. وابتداء من هذا اليوم بغيت شبيبه اخرى، بغيت حزب اخر، لانه غادي نبداو نخدموا ونخدموا بالمعقول. وبغرس غرس، ولا ما عجبوش الحال يسب ويقول اللي بغى. كنحييكم. غرس غرس، الاحرار ولاد الناس، الاحرار ولاد الناس. كنشكركم. شكرا. كنشكركم على الدعم ديالكم، وكنشوف الدعم ديالكم كل نهار في لي ريزو سوسيو، وانتم حاضرين وكتقولوا الكلمه ديالكم. خذوا الكلمه، تكلموا، ما تخليوش لهذوك المهرجين والشعبويين هما اللي يتكلموا. عندكم ما تقولوا، راسكم مهزوز. واحد العدد ديال المسائل اللي عملت الحكومه وعملت الاغلبيه، ثقوا في راسكم، حنا ثيقين فيكم، زيدوا الامن. بغيت نقول لكم نحييكم، وانا عارف العمل اللي كتقوموا به، وبانكم ما عمركم ما وقفتوا في هذه السنتين، وبالخصوص في هذه السنه، وعملتوا يعني واحد العمل كبير، لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الاقليمي ولا على المستوى الجهوي ولا على مستوى ديال الفيدراليات. وتلاقيتوا وتكلمتوا، وكنعرف بانه هذا الحزب فيه 100,000 شاب اللي هي منخرطه، وباقي شباب كبير اللي كيتسنى ان شاء الله باش يدخل. وانتوما لا انتوما ولا احنا عندنا الحظ انه نكونوا اليوم يعني موجودين في هذه الجامعه الصيفيه ديال اكادير، وان شاء الله يكون الحظ ناس خوين باش يكونوا معنا في السنوات المقبله. كذلك كنرحب بكم جميعا في مدينه اكادير، مرحبا بكم في اكادير. ازول في اللون قلتها في النشيد، نعم نحن حزب كبير، وكذلك عندنا الشباب رائد والشبيبة التجمعية، وهذا التجمع ديالنا اليوم هو من أكبر التجمعات السياسية الفكرية ديال الشبيبة، وتبارك الله عليكم في بلادنا. وبالحقيقة غادي نمشيو فرحانين بزاف، لأنه غادي تشحنونا وعطيتونا واحد الفرحة، واحد الدينامية اللي هي كبيرة، واللي غادي نعيشوا بها السنوات المقبلة حتى 2026 إن شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.